طب خلاص خلينا في سؤال تاني، مين شايفه من لعيبة الأهلي كاريزمة فنان ممكن يمثل معاك؟ طاهر بقى، طاهر محمد طاهر، ده بما انه لازم، هو ده اللي لازم طاهر نشوف مشهد ما بينكم وبين بعض بصراحة. ان هو اللي شغل الاغنيه ومشي بيها الشكل ده، يعني راجل ممثل كبير. ده هو خلاص، هو ارتبط هو كمان بالاحتفالات. انت بتحب طاهر ليه؟ عشان احسن واحد بيحتفل لما بنكسب مش البطولات. ممكن ده، يعني بالظبط. عملها احلى من الفيلم. شفت التعليقات على اليوتيوب على فيديو الكليب بتاع الاغنيه؟ مش ممكن، ده من امبارح الدنيا شغال يعني ما شاء الله، مقلوبة، ما كل شاء الناس الله. ماشية عمال اوه تطلع. طب يلا فاهمني؟ نغنيها، غنيها لنا، غنيها لنا. اوه سطلانة سطلانة. اشتغلت يا ورانا، لا ان اشتغلت شاء يا الله ورانا. يبقى في حفلة واجي اغنيها للعيبة ولا ان شاء الله، حلو قوي ده، وبنستناك دايما باعمالك وافلامك ومسرحياتك ومسلسلاتك، لانك فنان جميل شيك وذكي، وحتى افهاتك راقية، ربنا فبنتبسط يخليك. جدا لما بنتفرج عليك، ولما بتقول لنا، لما بتخلينا انا مبسوطين، بتدينا مجال للابتسامة الجميلة. ربنا يخليك والله، شكرا جدا جدا، ايه الكلام الحلو ده والله، ربنا تستاهلوا. يسعدك، وانت راجل متميز جدا، أشكرك. وربنا يزيدك وتبقى يعني من اعلى الاعلى دايما باذن الله. ربنا يكرمك يا رب، احنا جميعا وكل اللي بيتفرجوا علينا. محمد صلاح، ايه اخبار التواصل؟ لانه دايما بنستنى حبيب قلبي، حبيب الستوريز قلبي، بتاعته برضه وهو بيتفرج على مسلسلاتك. حبيب قلبي والله، ده يعني راجل أسطورة، وأنا بحبه وصاحبي من زمان، ايوه ودايما دايما بكلمه ودايما بيكلمني، وراجل جميل جدا جدا جدا، ربنا يكرمه دايما يا ودايما رب، متألق، ودايما يبقى مبسوط بإذن الله. يا رب بإذن الله. الفنان علي ربيع، اتبسطت جدا بالكلام معاك، ومبروك مرة تانية للأهلي. الله يبارك لك، ومبروك للأهلي ومبروك لمصر كلها. الله يبارك فيك، نورتنا وشرفتنا. الفنان علي ربيع، نجم السينما والمسلسلات والمسرح وفيلم بعد الشر، وأغنية سطلانة اللي أصبحت أيقونية ارتباطا بهذا الكأس وهذا الشعار، الأهلي بطلا للقب دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخ